السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإنفاق يكون لمن؟ وإذا كان للمحتاجين، فهل المحتاجين هم الذين نجدهم في المسجد، وهل يوجد إنفاق لغيرهم؟ الإنفاق يكون في وجوه الخير كثيرة، يكون أولا وفي مقدمة ذلك الإنفاق الواجب وهو إخراج الزكاة، وكذلك الإنفاق على نفسك وعلى من تلزمك معونتهم، هذا واجب، وما زاد عن ذلك هو تطوع، يكون في الجهاد في سبيل الله، يكون في الدعوة إلى الله، يكون في بناء المساجد، يكون في نشر العلم، يكون في إعطاء الفقراء والمساكين، يكون في مساعدة المعسرين، إلى غير ذلك من وجوه الخير. وجوه الخير كثيرة، ومنهم السائلين اللي يسألون لهم حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل له حق، الذي يتعرض للناس ويسأل يعطى. نعم.